بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شايفين الكتاكيت الروم الرقد وجمالها ما شاء الله عليهم. سألت كتير الكتاكيت الروم دي بتاكل ايه؟ ام مشاهد بتاكل علف 23% اللي هو الناعم، وبنفرك معاه بيضة مسلوقة في الاول كده نص بيضة، وبعد يوم بعد يوم بتبقى بيضة بقى كل يوم على حسب العدد المتوفر عندك. يعني العدد ده ياخد مني كل يوم بيضة ما شاء الله كده مع العلف لمدة 3 اسابيع، الروم يكبر معاك ويبقى يومه بيومين، ومش هتصدقي العمر بتاعه ده بسبب البيض بيخلي الرومي يكبر قبل اوانه. طبعا الرومي ده كان طالع لي من رقد البط، كنت باخد بيض من بيض الرومي بجمعه وبحطه تحت البط يرقد عليه ويطلع الانتاج الجميل ده. ليه؟ لان الرومي عندي ما كانش فصل بيض، ما كانش لسه فصل بيض علشان يرقد اساسا، فانا شغلت دماغي كده وقلت رقده تحت البط وربنا يرزقني منه خير. وانا